السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مراجعة على الدرس الأول في الوحدة الأولى. واحد، أكمل العبارات الآتية. واحد، رتب مندليف العناصر التصاعديا حسب أوزانها الذرية، بينما رتبها مزلي تصاعديا حسب أعدادها الذرية. يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 دورات أفقية، بينما المجموعات 18 مجموعة رأسية. تالتة، تشمل الفئة دي على العناصر الانتقالية. تبدأ العناصر الانتقالية من الدورة الرابعة في الجدول الدوري الحديث. خمسة، قام العالمان موزلي وبور بإجراء تعديلات على جدول مندليف. ستة، العالم الذي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية هو مندليف. حدد موضع العناصر الآتية بالجدول الدوري الحديث. واحد، الهيدروجين الدورة الأولى المجموعة 1A، النيون Ne10 الدورة الثانية مجموعة 2A. أربعة، أوجد العدد الذري للعناصر التالية. واحد، العنصر X يقع في الدورة الأولى والمجموعة الصفرية بيساوي 2. اثنين، العنصر Y يقع في الدورة الثانية والمجموعة 3A بيساوي 5. لا تنسوا زوروا موقعنا على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب. نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.